فريد الأطرش هو موسيقار وممثل مصري من أصل سوري، لقبه النقاد ملك العود، ويعتبر أحد أعلام الموسيقى والغناء العربي. نال جائزة أعظم عازف عود في العالم العربي وتركيا. ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش في 21 من إبريل نيسان عام 1910 في بلدة القرية بمدينة السويداء جبل العرب جنوبي سوريا، لأسرة درزية عريقة. أمه هي علياء المنذر، كانت مطربة ذات صوت جميل. انتقل في طفولته مع الأسرة من سوريا إلى مصر هربا من ملاحقة جنود الاحتلال الفرنسي لوالده وعائلته بسبب نشاطهم في المقاومة، وعانت الأسرة كثيرا جراء هذه الملاحقة لبعدها عن الأب ونقص المال. التحق الأطرش بمدرسة الفرير الابتدائية الفرنسية في الخرنفش، لكنه طرد منها بعد معرفة الإدارة باسم عائلته، فالتحق بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك وواصل الدراسة حتى حصل على شهادة البكالوريا. في أوائل الثلاثينيات دخل معهد الموسيقى العربية، ثم انضم بعد ذلك عازفا للعود إلى فرقة المطرب إبراهيم حمودة، والتحق فترة أيضا بفرقة الفنانة بديعة مصابني، ثم تقدم للعزف في الإذاعة المصرية ونجح في الامتحان عازفا ومطربا. اختير فريد الأطرش في عام 1965 رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في مصر، وجعلته نقابة الفنانين اللبنانيين رئيسها مدى الحياة. بعد نجاح أغنيته الأولى يا ريتني طير لا طير حواليك، انطلق في عالم الغناء بقوة، وقدم طوال رحلة حياته الفنية ما يقارب 300 أغنية وقطعة موسيقية وموسيقى تصويرية للأفلام التي قام ببطولتها، وتنوعت أغانيه بين العاطفية والوطنية والاجتماعية. كانت أولى أغانيه من تأليف الشاعر الفلسطيني يحيى اللبابيدي، ولحنها الموسيقار مدحت عاصم، ونجحت جماهيريا بشكل كبير ومتواصل على مدى عقود. حققت أغانيه شهرة فنية واسعة، وغنى كلمات كثيرة من شعراء عصره، ومن أشهرهم يحيى اللبابيدي وأحمد رامي وأحمد شفيق كامل ومأمون الشناوي وكامل الشناوي وبشار الخوري وبيرم التونسي وميرسي جميل عزيز وحسين السيد وفتحي قورة، ولحن عددا كبيرا من الأغاني لكبار المطربين والمطربات، منهم أسمهان وشادية وصباح وفايزة أحمد ووردة الجزائرية ووديع الصافي ومحرم فؤاد ونور الهدى وثريا حلمي. دخل عالم السينما منذ ظهور أول أفلامه انتصار الشباب عام 1941، وقدم للسينما حتى وفاته 31 فيلما قام فيها جميعا بدور البطولة، يمثل ويغني في نفس الوقت، ونجح بعضها نجاحا كبيرا. كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم قصة حبي عام 1955 وتولى إنتاجه، كما قام بإنتاج 3 أفلام أخرى وهي حبيب العمر والخروج من الجنة وأحبك أنت، وأدخل فن الأوبريت في السينما المصرية بتقديمه أوبريت بساط الريح. من أعماله الغنائية التي نالت جماهيرية كبيرة أول همسة، وعش أنت، وزينة زينة، ونورة نورة، وسنة وسنتين، وبساط الريح، ويابو ضحكة جنان، وجميل جمال، والربيع. أما أفلامه السينمائية فمن أبرزها وأشهرها فيلم حبيب العمر، وحكاية العمر كله، ودعت حبك، ورسالة من امرأة مجهولة، ولحن الخلود، وبلبل أفندي، وكان آخر أفلامه نغم في حياتي وقد عرض بعد وفاته. في 19 من أكتوبر تشرين الأول عام 2020 احتفل جوجل دول بذكرى مرور 110 أعوام على ميلاد فريد الأطرش. لقب النقاد الأطرش ملك العود نظرا لتميزه في العزف على هذه الآلة، وترك بصماته الخالدة على الموسيقى والسينما في مصر وخارجها، حيث أصدر أكثر من 220 أغنية وشارك في 31 فيلما موسيقيا خلال مسيرته المهنية الغزيرة. نال العديد من الأوسمة والجوائز الفنية، منها جائزة أعظم عازف على العود في العالم العربي وتركيا عام 1962، وجائزة الفنون والآداب المصرية من الدرجة الأولى، وقلادة النيل المصرية، ووسام الاستحقاق المصري، ووسام الكوكب الأردني برتبة فارس، كما حصل على 4 جنسيات عربية من مصر وسوريا ولبنان والسودان.
توفي فريد الأطرش إثر أزمة قلبية في 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1974 في مستشفى الحايك بالعاصمة اللبنانية بيروت. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.